بالنسبة لسنين يمس البدر إلى اللن الشمال، فهل للقمر أي معنى رمزي فريد في الثقافات الأخرى حول العالم؟ سمعت أن في الثقافة المصرية القديمة كان القمر يرمز إلى حكمة، وفي الثقافة اليونانية القديمة كان القمر يرمز إلى دورة الحياة والموت. أعلم أيضاً أن هناك العديد من الدول الإسلامية التي تحتوي أعلامها على عناصر القمر، مثل الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا، وجزر القمر وغيرها. في بعض البلدان للألوان المختلفة للقمر معاني مختلفة أيضاً، فيمثل القمر الأبيض والقمر الأحمر والقمر الأصفر معاني مختلفة. في قلبك ماذا يمثل القمر؟ من فضلك اترك لي رسالة في تعليق.相思流水，白云一片去悠悠，清风不生不生愁，谁家今夜扁舟子，何处相思？